مولود السرطان وتوقعات الفلك للأسبوع الأول من شهر نيسان أبريل 2022. عزيزي لازم تكون حذر جدا. بأول هيدا الشهر في قمر جديد بيتم ببرج الحمل وبيعاكسك. هالقمر ما بيناسبك وبيمنعك من المخاطرة أو المجازفة، خاصة بين واحد واثنين. يعني بأول يومين بدك تكون حذر، ما تصدق بعض الوعود المغرية والمضللة، تبتعد عن أماكن الخطر وما تبلش بجديد. بتستعيد عافيتك وبتشعر بأهميتك أو بتزداد ثقتك بالنفس بين الأحد ثلاثة والثلاثة خمسة. هيدي الفترة أفضل من الفترة السابقة، وبتشعر فيها أنه أنت قادر أنك تتخطى بعض الصعوبات، وأنه القلق يلي ساورك ما كان بالحجم يلي يمكن خفت منه. بتكون هالفترة مناسبة جدا للشؤون المالية، وبتسوي بعض المسائل العالقة وبتكسب المال. إذا كنت عم بتقوم بعملية شراء أو بيع فبتكون هالفترة مناسبة جدا، يعني بين الأحد والثلاثة. بتعود قصص ماضية للظهور بحياتك بين الأربعاء والخميس، الأربعاء ستة والخميس سبعة. يمكن تضطر للتدخل بغية إيجاد حلول سريعة إذا شعرت بالخطر، أو يمكن تغيب عن ساحة معينة لإيجاد الحلول وتتواصل مع بعض الفئات القادرة والمهمة حتى تطلع من ورطة معينة مش قادر أنت تعالجها بهدوء، أو بتخاف على صحة أحد المقربين، أو يمكن بتزور مستشفى أو بتروح إلى عيادة مثلا حتى تراجع بشأن صحي أو شأن نفسي. كل شيء محتمل بهالأسبوع.